شهدت قرية عرب عودة التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط تنظيم قافلة طبية شاملة على مدى يومين، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذا وقد تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالإضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء تحليلات معملية وأشعة عادية وموجات صوتية. قافلة طبية فيها كل التخصصات الطبية المتاحة، معانا حوالي 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب أخصائي أو استشاري. معانا طبعا تخصصات مختلفة، معانا البطنة، العظام، الرمد، الأنف، الأذن، الجلدية، الأطفال، كمان معانا تنظيم الأسرة. كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة بتتقدم بشكل مجاني. جينا كشفنا عظام، كشفنا بطن، كشفنا نظر من دون اي مقابل، من دون اي فلوس، واشكر سعاده الرئيس. جينا كشفنا في قافله، كشف جميع التخصصات، كشف بالمجان، علاج بالمجان، زائد اشعاعات وتحاليل، جميع الوسائل الطبيه متوفره. وكشفنا سكر وضغط وسكر وكل حاجه، وكشف مجانا. انا جيت كشفت على عينيا وكشفت على رجليا، وده بالصلاه على النبي دكاتره حلوه وحاجه حلوه خالص.